السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوته الكرام. مع الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن سعيد الأنصاري، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. هكذا أهل الحديث في الموطأ عن يحيى والقعنبي وابن وهب وأكثر رواته. ورواه القتيبة بن سعيد عن مالك عن أحمد بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة، أو متصلا عن سعيد بن المسيب عن عائشة، أنها قالت: رضي الله عنه وارضاه، رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري وساقه سواء. ذكر أبو داود عن قتيبة. قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو بن صرح ابن الصرح قال: حدثني أنس بن مالك، أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري. فقال أبو بكر: خيرا رأيت. قال: وسمعت الناس يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وروى محمد بن سيرين عن عائشة: وما أظنه سمعه منها، وما رسيل ابن سيرين عندهم صحاح كما رسيل سعيد بن المسيب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أسبق قال: حدثنا مضر بن محمد الكوفي قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين قال: رأيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، أو رأت عائشة رضي الله عنها وارضاها، كأن في حجرها ثلاثة أقمار. قال: فقصت ذلك على أبي بكر، أو بكر كان معبرا رضي الله عنه وارضاه، علي رضي الله عنك يا أستاذ علي. فقال: إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال: يا عائشة، هذا أحد أقمارك. سبحان الله. أخرجوا بهذا السياق أيضا الطبراني في الكبير بإسناد صحيح من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عمر بن عمر، نعم، أو عن محمد بن سيرين به قال الهيثمي. رواه الطبراني في الكبير وهذا السياق والأوسط عن عائشة من غير شك، ورجال الكبير رجال الصحيح. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبصر الناس بتأويل الرؤيا. وفي هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس النفس بالرؤية، وهو عندما تأتي الرؤية تريد تفهم، لأن الرؤية ثلاثة، يعني الرؤية ثلاثة من الله جل في علاه، ويكون فيها البشارة، ومن الشيطان يكون فيها التحزين على ورؤية حديث النفس. وكانوا ينظرونها في من يعبرها، لأن الرؤية جزء من 36 جزء من النبوة. والأقمار الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وبركاته أستاذ أحمد كمال أيها النبيل حفظك ربي سعيد رضي الله عنك. الأقمار الثلاثة النبي أبو بكر عمر دفن في بيتها، وذلك تأويل سقوط الأقمار في حجرها. وفيه دليل على أن القمر قد يكون في التأويل الملك الأعظم كالشمس. وعلم التأويل علم عظيم، لكن لا يتقنه إلا من أتم الله عليه النعمة علما فيه. وأيضا يحتاج إلى أمور، يحتاج مع وجود العلم وجود الفراسة ووجود النقاء، وأيضا الارتباط بالقرآن، وأيضا علم الأنساب، وأيضا يفيد في هذا العلم أيضا الأسماء، بأنه يعرف كيف يربط الأسماء ويستنبط منها، ويكون التقارب في ذلك وعدم التقارب، هذا كله يكون جيدا في هذا الباب. يحتاج المرء في هذا العلم أيضا كما قلت بصدق اللهجة أن يكون صادقا. والمسألة أيضا على الشفافية، لابد أن يكون عنده شفافية في ذلك حتى يعني يتفرس في الرؤية. وكان أعظم الناس تأويلا هو أبو بكر، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني مع علمه وفراسته لما أول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أصاب بعضا وأخطأ بعضا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.